الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وكذلك في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. مدبولي يؤكد على تكليفات الرئيس السيسي بإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. الداخلية اللبنانية تعلن أن نسب المشاركة في الانتخابات النيابية 41% بعد انتهاء التصويت. الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة عبر شاشة أكسترا نيوز. أهلاً بكم، والبداية مع الزميلة حور. أهلاً بك حور، تفضل. أهلاً دارين، صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا. ومن العناوين للأخبار، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، حيث وجه السيد الرئيس بما يلي: تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى، موجها سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. تم أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وخلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال مدبولي إن العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرينيات القرن الماضي. احنا بنتكلم على أسوأ أزمة يمر بها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي، يعني من 100 سنة. دي أسوأ أزمة، وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بها العالم، لم تحدث منذ
بعض بيقول يا إما من فترة الكساد، يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية الثانية، يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة اللي موجودة دلوقتي. وبالتالي اللي اتحسب إن هناك خسائر قدرت بحوالي 12 تريليون دولار في العالم كله، في الناتج الإجمالي للعالم، الناتج اللي احنا بنطلق عليه الجي دي بي أو حيسموه بقى الناتج العالمي. توقعات النمو بتاعت الاقتصاد في العالم، كل المؤسسات نتيجة لهذه الأزمة ابتدت تخفضها، بعد ما كان في تفاؤل خلصنا أزمة كورونا، ابتدى الناس كلها تقولك لا دي الأزمة دي جت، وابتدوا يخفضوا معدلات النمو والزيادة اللي هتحصل في الاقتصاد في العالم كله. وابتدت المؤشرات بعد ما كانوا بيتكلموا على 4.4 بقوا بيتكلموا على 3.6، وكل المؤسسات المالية بتقول ده كمان 3.6 دي هتنزل عن كده في خلال الفترة الجاية. وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية هي التي ساعدت الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتقليل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار ونمو بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس. مصر ليست بمعزل عن العالم، ولكن حظنا، وأنا بقولها، إن إحنا لما دخلنا أزمة كورونا كانت مصر في مركز قوي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وعملية التنمية الكبيرة اللي تمت في مصر، اللي خلت هذا الموضوع يخفف عن مصر الصدمات الكبيرة اللي واجهتها دول أخرى. وأنا بقولها عن حضراتكم يقينا إن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا معدلات التنمية غير المسبوقة اللي قامت بها الدولة المصرية في خلال الثلاث أربع سنوات اللي فاتت، وأنا بقولها وبأكد، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وكنا هنشهد، أنا آسف أقول، انهيار في حاجات كثيرة جدا جدا جدا. لكن الحمد لله لولا القرارات اللي خدتها الدولة المصرية والقيادة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات القومية اللي أنا هتكلم عليها بالتفصيل، لولا الكلام ده أنا بقولها لحضراتكم يقينا لم تكن مصر لتقف أمام هذه الأزمات. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف تأثير الأزمة العالمية على المواطنين. لازم نبقى واخدين بالنا أن تداعيات الحرب دي فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جدا كمصريين، نبقى عارفين إحنا النهاردة بقى في 130 مليار إحنا حطناهم ده تأثير مباشر بيحصل وحيحصل الفترة الجاية نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية زي القمح والبترول وحتى أسعار الفايدة اللي زادت، مع إن في 335 مليار تانيين دي تأثيرات غير مباشرة. إحنا خدنا إجراءات حمائية اجتماعية، حضراتكم عارفين إحنا بدرنا زيادات صرف المرتبات والمعاشات، وخدنا إجراءات تانية بدل ما كانت هتبدأ من 1/7 بدأناها من 1 أبريل، علشان والدولة هي اللي بتتحمل هذا الكلام، عشان نقدر إن إحنا يعني نخفف شوية من وطأة هذه الأزمة على المواطن المصري. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تدخلت وضخت استثمارات إضافية من أجل العمل على توفير المزيد من فرص العمل، موضحا أن نصف استثمارات الحكومة توجهت للبنية التحتية والتعليم والصحة خلال الفترة من عام 2014 لعام 2021. الدولة كانت عشان تعوض هذا الكلام مع ثورة 2013 والوضع اللي احنا كلنا كنا عارفينه وتولي فخامة الرئيس بعد كده، وان احنا ازاي كان لازم الدولة تحط خطة عشان تصحح هذا المسار، خدنا برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن الاهم كان لازم نشوفه عشان نعوض احجام القطاع الخاص نتيجة للظروف الاستثنائية اللي كانت مصر بتمر بيها وبعد كده الازمات العالمية. فكان لازم الدولة تتبنى فكر عشان نحقق تنمية حقيقية، انها تضخ استثمارات حكومية
وتنفذ مشروعات قومية وتطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي. لكن عايز أقول لحضراتكم أن نص الاستثمارات الحكومية اتوجهت لمجالات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة خلال الفترة من 2014-2015 لغاية 2021. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة كانت حتمية، مشيرا إلى أنها وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل. كل المشروعات القومية، تلت الاستثمارات العامة كانت رايحة لهذه المشروعات القومية. وخليني كده استعرض مع حضراتكم إيه المشروعات القومية اللي الدولة اشتغلت عليها، ونفكر مع بعض هو كان ينفع أي مشروع منهم ما نعملوش؟ رأي حضراتكم إيه في الكهرباء؟ كيف كان وضع الكهرباء في مصر في 2014؟ حضراتكم نفتكر؟ طيب الغاز، كانت مصر بتستورد غاز، ولولا الاستثمارات الهائلة اللي اتعملت وضخت خلتنا النهاردة عندنا اكتفاء ذاتي وبنصدر. طب هقول لحضراتكم حاجة، طب لو كان وضعنا في الغاز وما استثمرناش وكان الوضع زي ما هو وجت أزمة روسيا وأوكرانيا، كان إيه اللي هيحصل؟ كنا هنستورد غير البترول غاز. طب هو أسعار الغاز زادت قد إيه؟ حضراتكم متابعين؟ طب كيف سيكون حال مصر في هذا الوقت؟ كنا هنجيب منين عملة صعبة عشان نقدر نعمل هذا الكلام؟ طب بلاش الكهرباء والغاز، مشروعات المية والصرف الصحي ومعالجة هذه المحطات وإعادة استخدام المية المعالجة عشان نستفيد بكل نقطة مية النهاردة إحنا محتاجينها. قطاع الاتصالات اللي عملنا فيه طفرة كبيرة جداً، والنهاردة مصر، ويمكن كان يعني معالي وزير الاتصالات لسه بيعرض قدام فخامة الرئيس إن مصر النهاردة أصبحت رقم واحد أفريقياً في خدمة الإنترنت. عززت مصر من ثقة المؤسسات الدولية في أداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث برزت رسائل دولية مطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد وتشيد بتعامل مصر مع هذه التداعيات. المزيد في العرض التالي مع الزميلة شيماء الكردي. أهلا بكم. تحديات مختلفة تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، لكن مع تلك التحديات عززت الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية في أداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها الأزمة، حيث برزت رسائل دولية مطمئنة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع هذه التداعيات. البنك الدولي وفي رؤيته لتعامل مصر مع الأزمة الروسية الأوكرانية أكد أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة، على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات. البنك الدولي أكد أيضا أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة. البنك الدولي أكد كذلك أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% عام 2021-2022، مشيدا بالجهود المتضافرة منذ 2016 جنبا إلى جنب مع التدابير المتخذة في بداية جائحة كورونا والتي مكنت البلاد من مواجهة الجائحة بمرونة. أما عن رؤية صندوق النقد الدولي لتعامل مصر مع الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أكد أن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على أفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. صندوق النقد أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها مصر شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، مؤكدا أنها خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب. من جانبها رحبت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا باستجابة مصر السريعة لتفادي تأثيرات الأزمة السلبية على ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية. أما مؤسسة تافيتش للتصنيف الائتماني فأكدت أن استجابة مصر السريعة لتداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على تدفقات التجارة العالمية تبشر بالخير لمستقبل الاقتصاد المصري.
أيضا أكدت فيتش أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، فإن مصر تعتبر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات. مؤسسة جولدمان ساكس إحدى كبريات المؤسسات المالية في العالم توقعت أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وهو ما سيزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز الرسائل الدولية التي عكست صلابة الاقتصاد المصري والتي أشادت بتعامل مصر مع التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري. يشمل المشروع استثمارات بقيمة 50 مليون دولار وتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي وجرافين بالفيوم. تتيح مذكرة التفاهم فرصة لمصر لتبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية والتخلص الآمن من المخلفات مع تحقيق ميزة اقتصادية بخبرة عالمية. أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية وتسجيلها إلى لجنة الزراعة لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس. هذا كما أحال المجلس 12 اقتراحا برغبة من المجلس للحكومة لاتخاذ اللازم. في جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرض المجلس طلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة حول العديد من الملفات، بينها تقنين ملكية الأراضي الزراعية وتسهيل تسجيلها وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات من خلال منظومة الشباك الواحد. واحنا بنتكلم على تقنين أراضي، أنا بتكلم في الصحراوية، أنا في كلمتي مع الوزير كنت بقول له الأرض الصحراوية غير الأرض الطينية. الأرض الطينية لو أنت أهملتها سنة هترجع لها السنة اللي بعدها. الأرض الصحراوية فلوس وإمكانيات كبيرة قوي بتتحط، لو أنت سبتها شهرين ثلاثة بس من غير رعاية بترجع الصحراء تاني. وإحنا في عرض كل متر نقدر نزرعه، وبالتالي هي مشكلة موجودة بتقابل ناس. اتكلمنا مع الوزير على المشاكل، حددنا له مشاكل، حددنا انه لازم يبقى في شباك واحد. النهارده قدرنا نلقي الضوء على ان اذا تم حل هذه الاشكاليات هيكون هناك فرصه اكبر للاستثمار الزراعي، وخصوصا في سعي الدوله. يمكن العالم كله بيعاني من قصور في المواد الغذائيه والانتاجات المنتجات الزراعيه، وان احنا زي محتاجين نحقق الامن الغذائي وننشده من خلال تطوير المنظومه الزراعيه. احنا شايفين كمان ان احنا في تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين لمسنا نقطه اخرى، ان احنا حريصين على تحقيق او تعزيز مفهوم المواطنه لدى المواطن. ما بنتكلمش عن المستثمرين فقط وكبار المستثمرين، بنتكلم عن المواطن البسيط اللي لديه مساحه صغيره ولكن محتاج انها تقنن ويكون له صكوك ملكيه واضحه فيشعر بالامان والانتماء لبلده بشكل كبير، ويكون عنده فرص اكثر من استثمار او تنميتها بشكل كبير. يمكن دي اهم النقاط اللي احنا طرحناها. وخلال الجلسه العامه احال المجلس طلب مناقشه وبيان وزير الزراعه بشان تقنين الاراضي الى لجنه الزراعه لبحثه واعداد تقرير يعرض على المجلس. صراحه طلب المناقشه جه في وقته، لان احنا في مشاكل المواطنين بيشتكوا منها في تقنين الاراضي الصحراويه التابعه ولايتها لهيئه التعمير او المشروعات الزراعيه، وده موضوع قديم بقاله اكتر من 30 سنه في مشاكل على الحوار ده والاسعار بتزيد. النهارده كانت مناقشتنا معاهم، احنا كان من وجهه نظرنا ان احنا يجب اعاده هيكله الهيئه لان قرار انشائها وسلطتها من السبعينات، وده لا يواكب الحداثه اللي احنا بنقود بيها للجمهوريه الجديده من طريقه الاداره وتسهيل
الإجراءات والرقمنة، فده محتاج يعني تدخل تشريعي سريع. ثم إن كمان الموظفين لازم تعمل تدريب للموظفين داخل الهيئة، علشان إحنا بنتكلم على استثمار وجذب استثمار، والاستثمار الزراعي استثمار مكلف، فيجب أن يكون برضو الموظفين مراعيين ده وعارفينه. تقييم الأراضي وحق الانتفاع لازم يكون بأرقام منخفضة عشان نشجع الشباب. كان أمر مهم جدا النهاردة إن الهيئات المختلفة لوزارة الزراعة محتاجة فعلا رؤية واستراتيجية الفترة اللي جاية، تنتقل من مرحلة حل مشكلات المستثمرين في تقنين الأراضي وعقود التمليك لمرحلة تانية. إحنا شايفين إن محتاجين رؤية وقاعدة بيانات متكاملة تعلن فيها عن الخريطة اللي موجودة داخل الدولة المصرية، نعلنها للمستثمرين، نحط خطة استراتيجية للمحاصيل الاستراتيجية اللي بتستهدف مصر إن هي يبقى عندها اكتفاء ذاتي منها. ده كان أمر مهم جدا. محتاجين النهاردة الخريطة دي تعلن بشكل ميسر مش لكبار المستثمرين فقط، احنا محتاجين نستهدف شريحة الشباب والخريجين، محتاجين نتوسع أفقي في مساحات أكبر ومصر عندها مقومات. وفي نهاية أعمال الجلسة أحل مجلس الشيوخ 12 اقتراحا برغبة من مجلس الشيوخ للحكومة لاتخاذ اللازم. وصلت القوات المسلحة جهودها للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء، ونجحت القوات المسلحة في محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتها خلال الأيام الثلاثة الماضية. استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، عثر بداخلها على 2 RPG و3 رشاش متعدد ومسدس و60 طلقة أنواع. كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم. وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير. وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائما أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم. أكد المتحدث العسكري عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أكد أن القوات المسلحة تعمل على تدمير البنية التحتية للجماعات الإرهابية بشمال سيناء،
وأضاف لأكسترا نيوز أن استراتيجية مكافحة الإرهاب تقوم على محاور أمنية وتنموية واجتماعية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة. القوات المسلحة ألحقت ضربات متتالية ومتلاحقة من لتدمير البنى التحتية للإرهاب وقطع خطوط الإمداد، وأيضا ده اللي بيؤدي من وقت لآخر إن هذه العناصر تحاول استعادة نشاطها وتحاول تثبت إن هي موجودة على الأرض، وأيضا بتحاول من وقت لآخر التغطية على جهود الدولة. القوات المسلحة بتعمل بخطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب وتطهير باقي المناطق الحدودية والمنعزلة من بقايا هذه العناصر. فالقوات المسلحة في جهودها في مكافحة الإرهاب وما بذل من تضحيات من أبطالها خلال السنوات الماضية لم يكن ممكنا له النجاح دون استراتيجية متكاملة. والاستراتيجية دي يا فندم بترتكز على ثلاث محاور رئيسية: المحور الأمني والمحور التنموي والمحور الاجتماعي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة كضامن حقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب دون إخفاف البعد الإنساني والاجتماعي كعقيدة راسخة لدى أفراد القوات المسلحة. بمعنى نقدر نقول إننا بنحارب الإرهاب وأيضا بنحارب الفكر المتطرف بفكر معتدل وبتنمية وبحياة كريمة. إذن فاستراتيجية الدولة المصرية لمجابهة الإرهاب لم تكن عملا أمنيا فقط، وده من الدروس المستفادة من حربنا على الإرهاب منذ 2011. القضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسببات الإرهاب، وهنا كان الاتجاه لتغيير الحياة المعيشية للمواطن وإلى التنمية بالتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية واللي بنعلنها من وقت لآخر على حضرتك. استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان والوفد المرافق له، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته لمصر. وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير داخلية السودان عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة، كما أكد أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، مؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة. ومن جانبه أعرب السيد محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية. وفي استجابة سريعة من وزارة الداخلية لمناشدة علاج الطفل يوسف المصاب بشلل رباعي إثر حادث تعرض له، قام قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بإعداد برنامج علاجي متكامل بإشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين بهدف استعادة الطفل لحالته الصحية بشكل متدرج. هذا واستعاد الطفل المصاب قدرته على المشي بشكل طبيعي وتحسنت حالته الصحية بعد خضوعه لبرنامج علاجي بمركز العلاج الطبيعي التابع لوزارة الداخلية. <تص->
حلم ظل يراود والدة الطفل يوسف أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث تعرض له. من أجل ذلك ناشدت الأم وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام. أنا واثقة إن الرئيس السيسي هيقف جنبي وهيساعدني، وبفضل الله وبفضل رئيسي عبد الفتاح السيسي ابني هيرجع زي ما كان إن شاء الله. لم تتوقع أن تكون الاستجابة سريعة بهذا الشكل، ففي لمسة إنسانية من الوزارة كانت الاستجابة. يعني بمجرد ما أسماء خلصت التليفون كنت بلاقي مكتبه بيتكلم فين تليفون أسماء وفين عنوانها. وفي مركز العلاج الطبيعي التابع لوزارة الداخلية بدأت مراحل العلاج. الحمد لله بفضل الله يوسف تلقى مجموعة جلسات مميزة على ايد اكفأ دكاترة المتواجدين في مصر بل وفي الشرق الاوسط كله. مجموعة جلسات تتمثل في جلسات علاج وظيفي، علاج يدوي، يعني مجموعة يعني متنوعة من الجلسات، واهم الجلسات دي طبعا كان العلاج المائي اللي ادى الى تقدم الحالة بشكل كبير وادى الى ان الحالة تطورت بشكل كبير والقدرة العضلية للجسم بدأت تستعيد قواها والاطراف بدأت تستعيد نشاطها. وطبعا على رأس الجلسات دي واهمها طبعا هو جهاز اللوكومات او جلسات اللوكومات. الجلسات دي كانت ليها سبب رئيسي في ان ابني وبفضل الله في خلال 3 شهور استعاد القدره على المشي مره تانية، لان الجهاز ده تختص بيه مستشفى هيفن ويختص بيه وزاره الداخليه في جمهوريه مصر العربيه. فهو جهاز ما شاء الله يعني ادى الى ان الولد حالته تطورت بشكل مميز، المشي تكاد تكون الحمد لله شبه طبيعية الحمد لله وشكر لله. يعني احنا شفنا مجهود كبير جدا داخل مستشفى هيفن. برنامج علاجي متكامل وضعه قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بإشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين طبي وعلاجي وتأهيلي بهدف استعادة الطفل لحالته الطبيعية بشكل متدرج. بعد أشهر من العلاج تحولت حالته الصحية وظهر تحسن ملحوظ في حالته ليعتمد بشكل كامل على نفسه بعد أن كان يعتمد على الآخرين في تحركاته، وبما يسمح له بالعودة لممارسة حياته الطبيعية مع التردد على المركز لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي اللازمة. الحمد لله يوسف دلوقتي قدر يعتمد على نفسه اعتماد كلي، يقدر يقعد لوحده، قادر يتعامل بشكل طبيعي. وتأتي الاستجابة السريعة من وزارة الداخلية لهذه المناشدة الإنسانية لعلاج الطفل يوسف تأكيداً على الدور الإنساني للوزارة ومساهمتها الاجتماعية الفاعلة في دعم ومساندة المجتمع، فتكفي هذه البسمة على وجه الطفل الذي استعاد حياته من جديد. الحمد لله ابني النهاردة وصل للشفاء الكامل والحمد لله، وإحنا لسه طبعاً بفضل الله مكملين وإن شاء الله بإذن الله هنوصل للشفاء التام، والف شكر. كنت جاي مستشفى هيفن وانا ما بتحركش، والحمد لله بفضل الله بعد 3 شهور الحمد لله بقيت اتحرك وبمشي الحمد لله. وانا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه ان انا انهم خلوني ارجع امشي مره ثانيه. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 258 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 27 طن مواد غذائية وغير غذائية، ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 5 أطنان سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 17 طن،
وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 289 قضية، من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و115 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 40 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. وفي الشأن العربي بدءاً من لبنان، حيث أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة التصويت في الانتخابات النيابية وصلت إلى 41% بعد انتهاء التصويت. هذا وصوت الناخبون لاختيار 128 نائباً في البرلمان اللبناني، حيث يتنافس في الانتخابات 103 قوائم. هذا ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد انتهاء عمليات الفرز. أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن إجراءات الانتخابات النيابية بكل الأراضي يعد إنجازا بمعنى الكلمة، مؤكدا أن الدولة قامت بواجبها في إنجاز الانتخابات بشكل كامل. وخلال زيارته غرفة عمليات وزارة الداخلية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أعرب ميقاتي عن أمله في أن تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كي تنتشل لبنان من الأزمة الحالية، معربا عن أمله في ألا تتأخر الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة لإنقاذ لبنان. أعربت دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وأسبانيا، أعربت عن القلق البالغ بشأن قرار السلطات الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في الضفة الغربية. وحث بيان مشترك لتلك الدول حث السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار، مؤكدا أن الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عقبة أخرى أمام حل الدولتين. كما أوضح البيان أن المستوطنات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي وتعوق إحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أعلنت شرطة كاليفورنيا سقوط قتيل وأربعة مصابين في حادث إطلاق ناري بكنيسة، وأكدت الشرطة اعتقال المشتبه به في تنفيذ الحادث ومصادرة سلاحه. أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى حي بافالو في ولاية نيويورك، حيث شهد هذا الحي إطلاق النار والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وقال البيت الأبيض إن بايدن سيزور أهالي ضحايا حادث إطلاق النار لتقديم الدعم لهم بعد حادث إطلاق النار الجماعي المروع. We'll be right back.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن كرر لنظيره الأوكراني أوليكسي روزينكوف دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا والمساعدة الأمنية لتعزيز قدرتها في مواجهة روسيا. وأضافت الوزارة أن أوستن أطلع نظيره الأوكراني على حديثا بشأن مباحثته الهاتفية مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والذي حث فيها على إنهاء فوري للصراع في أوكرانيا، وشدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال. هذا وأعلنت السفارة الأمريكية لدى كييف عن تسليم أوكرانيا دفعة جديدة من مدافع هاوتزر M777 من عيار 155 ملم، ليصل مجموع هذه المدافع والتي تم تسليمها لكييف إلى 89. وقالت السفارة إن هذه الدفعة هي جزء من حزمة مساعدات بقيمة 800 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن جميع مدافع الهاوتزر 90 التي تعهدت الولايات المتحدة بإرسالها إلى أوكرانيا تسلمتها كييف إلا مدفعا واحدا. أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بوندريف أن بلاده ستعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا في حال انضمامها لحلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف بوناريف أن موسكو ستعزز من وجود القوات الروسية على الحدود حال تم نشر أسلحة هجومية في فنلندا الجارة الشمالية لروسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو أن إنهاء الحياد العسكري لفنلندا سيكون خطأ جسيما. تتوجه رئيسة الوزراء الفنلندية ماجدالينا أندرسون إلى البرلمان اليوم لضمان دعم برلماني واسع لتقديم طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وقالت أندرسون بعد اجتماع طارئ للحزب في ستوكهولم إن الترشح المشترك مع فنلندا هو الأفضل للسويد وأمنها. كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد قد وافق على طلب عضوية الناتو بشرط ألا تستضيف البلاد قاعدة دائمة للحلف أو أسلحة نووية. أعلن رئيس فنلندا ورئيسة الوزراء عن التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ناتو. وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن رئيس الجمهورية ولجنة السياسة الخارجية الحكومية وافقوا بشكل مشترك على أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد التشاور مع البرلمان، واصفين القرار بأنه بداية لحقبة جديدة.
في الشأن المحلي، شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعالية بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلى القاهرة، والتي تضم العديد من الشركات والجهات التمويلية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة الخضراء بمصر. وقال شكري إن زيارة البعثة الأمريكية تأتي في إطار التحرك المصري الأمريكي المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين على كل المستويات، والبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والذي انعقد في واشنطن في نوفمبر الماضي، وكذلك سعيا نحو استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة الكوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر العام 2022. وأشارت وزيرة التخطيط إلى وضع وتنسيق رؤية مصر لعام 2030 بالتعاون مع كافة الشركاء لتتلائم مع الأهداف الأممية التنموية المستدامة وأجندة أفريقيا لعام 2063، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الوزارات المختلفة بهدف تحقيق الأهداف والخطط السنوية. أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتورة نعيمة القصير، أكدت أنه سيتم نقل التجربة المصرية في تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية إلى دول المنطقة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مصر عن توقيع إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للتأكيد على أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وتعزيز تطبيقها. تعد الأقصر المحافظة الثانية التي يتم فيها تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد محافظة بورسعيد. تلبية لاحتياجات سوق العمل ودعمها بالكوادر المؤهلة، تواصل الدولة تأسيس الجامعات التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات ضمن الاستراتيجية الحكومية للتعليم. المزيد في سياق التقرير التالي. الجامعات التكنولوجية الحديثة تعد أحد أهم أنواع التعليم العالي الجديد بمصر، والتي انطلقت منذ أكثر من عامين، وتعتبر هي أساس الاستراتيجية الحكومية الحالية للتعليم، والتي تعد ضمن أولوياتها تأسيس كليات تكنولوجية جديدة لتخريج طلاب تتناسب مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل بشكل أفضل في مختلف المجالات التكنولوجية. في خطة للتوسع في هذه الجامعات بحيث أنها تغطي المناطق الصناعية المختلفة والمناطق التي يوجد بها فرص للتنمية اللي محتاجاها خطة الدولة 2030. عندنا عدد من المحاور في هذا المؤتمر. المحور الأولاني هو ربط التعليم التكنولوجي بالصناعة، ده مهم قوي، وإزاي نعمل بروتوكولات مع الجهات الصناعية. الشيء الثاني هو برضو مدى مرونة المقررات الدراسية يعني وطريقة تصميم. الهدف الرئيسي كمان من هذا المؤتمر هو دمج الناحية الأكاديمية مع الناحية الصناعية. برامج التعليم التكنولوجي هي برامج متقدمة تدمج بين التدريب الأكاديمي والفني، وتقدم الكليات التكنولوجية الحكومية برامج للحصول على درجات مدتها 4 سنوات على فترتين، بحيث يحصل خريج الفترة الأولى البالغة سنتين على دبلومات تكنولوجية، بينما يحصل الطلاب الذين أكملوا السنوات 4 على البكالوريوس.
بعد نهاية السنة الدراسية يعني خلال فترات الأجازة الطالب بيروح للشركات والمصانع بحيث يكون عنده تدريب ميداني، وكمان أثناء العام الدراسي الطالب عندنا في بعض البرامج بيروح برضو يزور للشركات والمصانع زيارات ميدانية بحيث دايما يكون في علاقة دايما ما بين الطالب وما بين البيئة العمل اللي موجودة. احنا عندنا كل التخصصات اللي موجودة في الجامعة التكنولوجية، هتلاقيها مثلا في كلية الهندسة تخصصين، دمج تخصصين أو ثلاثة مع بعض. يعني مثلا عندنا تخصص الميكاترونكس ده بين الميكانيكا والالكترونيات والكهرباء مثلا والحاسبات او الكمبيوتر، يعني تخصص الاوتوترونكس اللي هو الخاص بالسيارات الجديده والحاجات اللي هتمشي طبعا بالذكاء الاصطناعي والحاجات دي، ده برضو بين الميكانيكا وبين الالكترونيات وبين الذكاء الاصطناعي. فهتلاقي التخصص اللي عندنا دامج ثلاث تخصصات موجوده في كليه الهندسه، فهو يعتبر من التخصصات الجديده. سد فجوه التوظيف في مصر كانت الهدف الاساسي لإنشاء الجامعات التكنولوجية، فعلى مدى سنوات كانت الشركات تعاني للعثور على موظفين بالمهارات التكنولوجية القوية والمهارات اللازمة للعمل، وينتظر آلاف الشباب فرص العمل مع غياب المهارات المطلوبة لسوق العمل المصري. ولكن مع وجود هذه الجامعات سيتم معالجة هذا الأمر، فخريجوها سيكون لديهم درجة البكالوريوس المطلوبة بالإضافة إلى التدريب الأكاديمي والمهارات العلمية التي تمكنهم من العمل على الفور. ميرنا عادل، إكسترا نيوز. رياضيا، تقام اليوم الاثنين مباراتان في الجولة 19 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالهما فريق غزل المحلة مع ضيفه إستر كامباني، كما يحل فريق المصري ضيفا على سموحة. كانت الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم انطلقت أمس بفوز الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، فيما تعادل إنبي والمقاولون بهدفين لكل منهما، كما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو. ثلاث مواجهات انطلقت بها الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. الإسماعيلي تحت قيادة مدربه الجديد حمزة الجمل يحقق فوزا جديدا بعد تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين. تقدم الإسماعيلي مبكرا عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، وعزز عبد الرحمن مجدي النتيجة للإسماعيلي بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76. الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة. الإثارة كانت عنواناً لمباراة المقاولون العرب وضيفه إنبي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما. افتتح جون إيبوكا أهداف اللقاء في الدقيقة 22، وتعادل المقاولون بركلة جزاء نفذها محمود عبد العزيز، وتمكن نفس اللاعب من إحراز هدف التقدم لصالح المقاولون، بينما نجح إيبوكا في إدراك التعادل لصالح إنبي، ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 24، بينما أصبح رصيد المقاولون 18 نقطة. وفي المواجهة الثالثة حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو، ليهدر بيراميدز فرصة اقتناص صدارة المسابقة ولو مؤقتاً، ليكتفي بذلك بإضافة نقطة وحيدة لرصيده ليصل إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فاركو رصيده إلى النقطة 27. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. Thank you.
بأخبار الرياضة وأحوال الطقس نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام جولة الثالثة صباحا مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة وكذلك في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. مدبولي يؤكد على تكلفات الرئيس السيسي بإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. والداخلية اللبنانية تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية 41% بعد انتهاء التصويت. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور وجوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي دارين مصطفى وأنا حور محمد، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.